شهدت جامعة أسيوط انطلاق معرض مستلزمات المدارس والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يضم المعرض جناحين، الأول خاص بالأدوات الكتابية والثاني عبارة عن مستلزمات وأدوات مدرسية وأحذية وشنط للطلاب والعاملين بأسعار رمزية، وكذلك سلع غذائية مخفضة بنسبة 30% عن الأسعار في الخارج للعاملين بجامعة أسيوط. هذا ويستمر المعرض حتى 17 من أكتوبر الجاري. منظم معارض بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، والهدف منها أولا طرح سلع للمدارس والجامعة وحتى الأسر المصرية بسعر يكون في متناول الجميع، وفي نفس الوقت يكون في تخفيضات ممكن تصل 30% في سلع كثيرة. الحاجة الثانية بيبقى فيه حرف يدوية وبعض الطلبة أو الخريجين بيشتغلوها بإيديهم، وكنا حريصين على ان هم يعرضوها في هذا المعرض. تنفيذا لتوجيهات رقابه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء والعناء في ارتفاع الاسعار عن كاهل المواطنين وطلبه وطالبات الجامعه، وايضا تنفيذا للبروتوكول الموقع بين جهاز تنميه المشروعات وجامعه اسيوط. هذا المعرض زي ما حضراتكم شايفين بيضم حوالي 15 عارض وعارضه، وكلهم من شباب ومستفيدي وفتيات جهاز تنميه المشروعات الحاصلين على تمويل من الجهاز لهذه المشروعات، وهذه مشروعات متنوعه منها مواد غذائيه، منها ملابس، منها حرف يدويه. والنهارده ايضا بنهني الشعب المصري بافتتاح فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تراثنا لاحياء الحرف التراثيه، وايضا هنا في جامعه اسيوط يوجد اكثر من عارضه في الحرف التراثيه واليدويه والمجهولات والهاند ميد.